بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب كفران العشير وكفر بعد كفر أو كفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء، أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قوله رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر بعد كفر أو وكفر دون كفر. قال البدر العين رحمه الله: وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الأبواب المتقدمة، الأبواب التي قبله، هو أن المذكور في الأبواب الماضية هو أمور الإيمان، المذكور في الأبواب المتقدمة هو أمور الإيمان، والكفر ضد الإيمان، الكفر ضد الإيمان، والمناسبة بينهما من جهة التضاد، من جهة أن الكفر ضد الإيمان. فقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في شرحه: مراد المصنف رحمه الله أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا فكذلك المعاصي تسمى كفرا، كما أن الطاعات تسمى إيمانا فكذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر الناقل عن الملة، المخرج من الملة، المخرج من الإسلام، لا يراد ذلك، لا يراد إيه؟ لا يراد ذلك. حيث أطلق الكفر لا يراد الكفر الناقل عن الإسلام. واضح المعنى؟ طيب. قال: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب، خص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا حديث صحيح وله طرق، فقد أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن، أخرجه ابن حبان رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن، رجاله ثقات، رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي، فقد روى له أصحاب السنن، وروى له الإمام البخاري مقرونا، وروى له مسلم في المتابعات، وهو حسن الحديث، وهو حسن الحديث. كما أخرجه أيضا أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الرضاع: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، عن محمود بن غيلان العدوي ثقة، روى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، عن النضر بن شميل
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب، حسن غريب. وأخرجه البيهقي في السنن من طريق أحمد بن منصور بن راشد المروازي، لقبه زاج، لقبه زاج، صدوق عن النضر بن شميل به. وكذلك أخرجه الحاكم والبزار من طريق سليمان بن أبي سليمان، هو سليمان بن داود اليامي صاحب يحيى بن أبي كثير، قال ابن معين رحمه الله: ليس بشيء. وقال البخاري رحمه الله: منكر الحديث. وقال ابن حبان: ضعيف. كذا ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال. عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورده الذهبي رحمه الله تعالى بقوله: بل سليمان هو اليامي وقد ضعفوه، وقد ضعفوه. وقال البزار: سليمان ابن داود لين، سليمان ابن داود لين. وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد بعد أن أورده عن البزار من طريق سليمان ابن داود، ضعفه بسليمان ابن داود هذا. وفي الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه كما عند أحمد والنسائي في السنن الكبرى، حق الرجل على المرأة، والبزار من طريق خلف ابن خليفة ابن صاعد، وهو كوفي نزل واسط ثم بغداد، صدوق اختلط في آخره، وادعى أنه رأى عمرو بن حريف الصحابي، فأنكر عليه ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله وأحمد. روى له الإمام البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. عن حفص بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، وهو ابن أخو أنس رضي الله تعالى عنه، ذكره ابن حبان في الثقات. عن عمه أنس رفعه، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس، وهو ثقة، ابن أخو أنس رضي الله تعالى عنه، وحفص ثقة. وجود إسناده المنذري كما في الترغيب. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد من طريق أبي ظبيان، هو حسين ابن جندب ابن الحارث الجنبي، كوفي تابعي ثقة، احتج به الجماعة. وإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنه منقطع، إلا أنه منقطع، فأبو ظبيان لم يدرك معاذا رضي الله تعالى عنه. وعن عائشة عند أحمد وابن ماجه، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير، وفي إسناده أبو عزة الدباغ وهو الحكم بن طهمان، ضعفه ابن حبان في ذيله على الضعفاء. وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، صالح الحديث. ثم تناقض ابن حبان رحمه الله فذكره في الثقات، انتهى من اللسان. وأخرجه الطبراني في الكبير عن موسى بن هارون عن أحمد بن حفص عن أبيه حفص بن عبد الله بن راشد السلمي عن إبراهيم بن طهمان الخرساني عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم أن معاذا قال: يا رسول الله، أرأيت، يعني علمت، أعلمت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، أفلا نسجد لك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري، غير القاسم بن عوف الشيباني، وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، فقد تركه شعبة ولم يحدث عنه. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه، أي للاعتبار. وذكره ابن حبان في الثقات.
وأخرج له مسلم حديثا واحدا في صلاة الضحى. ثم رواه الطبراني من طريق صدقة ابن عبد الله السمين وهو ضعيف. قال أبو بكر بن العربي: فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله تعالى، فإذا كفرت المرأة حق زوجها، فإذا كفرت المرأة حق زوجها، يعني وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر الإيه؟ المرأة أن تسجد لزوجها. فأي حق للزوج على زوجته؟ فلا شك أن هذا حق إيه؟ حق عظيم جدا، لأنه إيه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كاد أن يأمرها إيه؟ أن تسجد لزوجها، من عظم حق الزوج على امرأته، من عظم حق الزوج على امرأته. فإذا كفرت المرأة حق زوجها مع هذه الغاية ومع هذه المكانة التي ذكرت في الحديث، كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله عز وجل، كان ذلك دليلا على تهاونها في حق الله تبارك وتعالى. فلذلك يطلق عليها الكفر، فلذلك يطلق عليها ليه؟ يطلق عليها الكفر. لكن هذا الكفر لا ينقل عن الملة، هذا كفر لا إيه؟ لا يخرجها عن ملة الإسلام، فلا تكفر بذلك، ولكن هو كفر إيه؟ دون كفر، هو كفر دون كفر، فهو كفر جحود النعم، فهو كفر جحود لليه؟ للنعمة. نعم، فلذلك يطلق عليها الكفر، لكنه كفر لا ينقل عن الملة. ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان من جهة كون الكفر ضد الإيمان، كون الكفر ضد الإيه؟ ضد الإيمان. وقال المهلب: معنى هذا الباب كالذي قبله أن المعاصي تنقص الإيمان، المعاصي تنقص الإيمان، لكنها لا تخرج إلى الكفر الذي يوجب الخلود في النار، لأنهم حين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، ظنوا أنه الكفر بالله تعالى، ظنوا أنه إيه؟ الكفر الناقل عن الملة، الكفر المخرج من الإسلام، هكذا ظنوا لقوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ يكفرن. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يستفهمونه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أيكفرن بالله؟ يعني النساء يكفرن بالله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، يكفرن العشير ويكفرن الإيه؟ ويكفرن الإحسان، أي أنهن إيه؟ لا يكفرن بالله تبارك وتعالى. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد كفرهن حق أزواجهن، أنه أراد إيه؟ أنهم يكفرن حق الأزواج، يكفرن حق الأزواج، وذلك لا محالة ينقص إيمانهن أو ينقص من إيمانهن، لكن لا يخرجهن عن إيه؟ لا يخرجهن عن الإيمان بالكلية، ولكن ينقص من إيه؟ ينقص من الإيمان، ينقص من الإيمان. ودل ذلك أن إيمانهن يزيد بشكرهن العشير، بشكر الزوج، واضح المعنى؟ فإذا شكرنا الزوج دل ذلك على إيه؟ زيادة الإيمان، وبضدها تتميز الإيه؟ تتميز الأشياء. نعم، فدل ذلك على أن إيمانهن يزيد بشكرهن العشير وبأفعال البر كلها. فثبت أن الأعمال من الإيمان، فثبت أن الأعمال من الإيه؟ من الإيمان. وفي ذلك رد على المرجئة، وفي ذلك رد على الإيه؟ على المرجئة. وأن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان قول وعمل، إذ بالعمل الصالح يزيد الإيمان، وبالعمل السيء ينقص الإيمان، وبالعمل السيء ينقص الإيمان. أما قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وكفر دون كفر، قال الحافظ رحمه الله: وجدته، يعني وجدت هذه الجملة أو هذه المقولة من قول عطاء ابن أبي رباح، قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن له: حدثنا نصر بن علي
قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. رآه أحمد في كتاب الإيمان له عن وكيع عن سفيان، وروي فيه عن وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس معناه. نعم. وقوله فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أي مروي عن أبي سعيد، وهذا كما في رواية كريمة رحمها الله تعالى، وعند غيرها فيه أبو سعيد أي يدخل في الباب حديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وفائدة هذه الإشارة إلى أن للحديث طريقا غير الطريق المساقة، غير هذه الطريق المذكورة. وحديث أبو سعيد، حديث أبي سعيد هذا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض، في كتاب الحيض، وغيره من طريق عياض ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الفهري عنه. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله، يعني ما سبب إن النساء أكثر أهل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، الحديث. ويحتمل أن يريد بذلك حديث أبي سعيد أيضا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح لغيره، وإسناده عند أحمد ضعيف، إسناده في مسند الإمام أحمد ضعيف لأجل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فإنه ضعيف، وأيضا لضعف عطية بن سعيد العوفي. وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طرق عن أبي هريرة بأسانيد صحيحة على شرط مسلم، رجالها رجال هذه الأسانيد رجالها ثقات، رجال الشيخين عدا الربيع بن مسلم الجمحي فهو من رجال مسلم، فهو من رجال مسلم. قالها القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى، والأول أظهر لمناسبة الترجمة، يعني وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما؟ قال صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وأجرى على مألوف البخاري رحمه الله تعالى ويعضده إيراده لحديث ابن عباس بلفظ يكفرن العشير، يكفرن العشير. والعشير هو الزوج، العشير هو الزوج، قيل له عشير بمعنى معاشر، مثل أكيل بمعنى مؤاكل، مثل أكيل بمعنى مؤاكل. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور طرف من حديث طويل أورده البخاري في باب صلاة الكسوف بهذا الإسناد تاما، وسيأتي الكلام عليه ثم. قلت وأخرجه البخاري في النكاح عن عبد الله بن يوسف عن مالك به تاما أيضا. قوله باب مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف مضاف إلى ما بعده، والتقدير هذا باب في بيان كفران العشير وبيان كفر دون كفر، والكفران مصدر كالكفر، والفرق بينهما أن الكفر يكون في الدين والكفران يكون في النعمة، بل الكفر يكون في أمر الدين أما الكفران فيكون في النعمة. نعم. وفي العباب الكفر نقيض الإيمان، وقد كفر بالله كفرا، والكفر أيضا جحود النعمة وهو ضد الشكر، وقد كفرها كفورا وكفرانا. وأصل الكفر التغطية والستر، أصل الكفر التغطية والستر. يقال كفرت الشيء أي سترته، وكل شيء وكل شيء غطى شيئا فقد كفره، ومنه الكافر لأنه يستر توحيد الله تعالى، الكافر سمي بذلك لأنه
يستر توحيد الله تعالى أو نعمة الله عز وجل. ويقال كذلك للزارع الكافر لأنه يغطي البذرة تحت التراب، يبقى بيعمل إيه؟ بيستر ويغطي، فسمي لذلك إيه؟ كافرا. نعم. والعشير فعيل بمعنى معاشر، والمعاشرة هي المخالطة، وقيل المعاشرة الملازمة. قالوا المراد ها هنا بالعشير الزوج، وهو يطلق على الذكر والأنثى لأن كل واحد منهما يعاشر صاحبه، كل واحد منهما يعاشر صاحبه. وحمله البعض على العموم، والعشير أيضا هو الخليط والصاحب الذي يخالطك ويصاحبك. وفي العباب أيضا العشير المعاشر، قال عز وجل يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى أي لبئس هذا المعبود، ولبئس العشير أي ولبئس القرين الملازم على صحبته. فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر، حصول الإيه؟ حصول النفع ودفع الضرر. فإذا لم يحصل شيء من هذا فإنه مذموم ملوم، إذ لم يتحقق ما يريده فيذم وإيه؟ فيذم ويلام لذلك. والعشيرة القبيلة، والعشيرة القبيلة، قال عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، الذين هم أقرب الناس إليك وأحقهم بإحسانك الديني وكذلك إحسانك الدنيوي. والمعشر الجماعة، والمعشر الجماعة. قوله وكفر دون كفر أشار به إلى تفاوت الكفر في معناه، أي وكفر هو أقرب من كفر، وكفر هو أقرب من كفر، كما يقال هذا دون ذلك أي أقرب منه. والكفر المطلق هو الكفر بالله عز وجل، الكفر المطلق هو الكفر بالله تعالى. وما دون ذلك يعني وما دون الكفر بالله عز وجل يقرب منه، يقرب منه. وتحقيق ذلك ما قاله الأزهري، الكفر بالله أنواع، أن الكفر بالله أنواع. الأول كفر إنكار وجهل وتكذيب، كفر إنكار وجهل وتكذيب، كقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي الذين كفروا بالتوحيد وأنكروا معرفته، وهذا ككفر أبي جهل وأمثاله من صناديد الكفر. ونوع آخر أو نوع ثان وهو كفر الجحود، كفر جحود، أنه يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه، يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه، وهذا ككفر إبليس وفرعون وأمية بن أبي الصلت، كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فيبقى موسى أقام الحجة على فرعون بأنه إيه؟ قد علم أن هذه الآيات ما أنزلها إلا رب العالمين. يبقى فرعون مقر بمعرفته لربه أم لا؟ مقر، مش كده؟ مقر بإيه؟ بمعرفته لله تبارك وتعالى، واضح؟ لكنه إيه؟ أنكر ذلك بلسانه، أنكر ذلك بإيه؟ بلسانه، لم يقر بإيه؟ لم يقر بلسانه، لم يقر بلسانه. وكما في قوله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. يبقى جاءته آيات الله عز وجل وأقر قلبه بمعرفة الله عز وجل، ولكنه أنكر ذلك بلسانه ولم يقر بلسانه. وهناك نوع ثالث من أنواع الكفر وهو كفر العناد، كفر لي كفر العناد، وهو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه
ويأبى أن يقبل بالإيمان والتوحيد، وذلك ككفر أبي طالب، وذلك ككفر أبي طالب. وله أشعار في ذلك في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح دينه ومدح دينه، ويقول يعني أن هذا الدين هو من خير أديان البرية دينا، من خير أديان البرية دينا. لكن عمل إيه بعد هذه المعرفة ومعرفته بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما يدعو إليه وإلى آخر هذا الأمر؟ قال: لولا حذاري مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا. أنا بس خايف أن هم بعد ما موت يعودوا يعيروا ويشتموا ويسبوا. طب أنت بعد ما تموت يعني ما يضرك من سبهم وشتمهم؟ هيحصل إيه يعني بعد ما تموت ويقعدوا يشتموا ويلعنوا ويسبوا؟ إيه اللي حيضرك بعد ما مت؟ إيه القضية اللي عندك بعد ذلك؟ واضح كده؟ فكان كما قال العباس رضي الله تعالى عنه، وكما في الحديث الذي سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وكان عنده صناديد الكفر أبو جهل وكذا وكذا، وقام أبو جهل يجلس بجوار رأسه حتى يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجلس عند رأس أبي طالب. وقال يقول له: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله. قل بس، انطق، قول هذه الكلمة أحج لك بها عند الله تعالى. وهم يقولون: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أبو طالب، قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. يبقى هو عارف ومع ذلك رفض الإيه؟ رفض الإيمان، رفض الإيمان. وسيأتي إن شاء الله عز وجل يعني قصة أبي طالب. فهذا كفر إيه؟ هذا كفر عناد، هذا كفر عناد، هو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يقبل مع ذلك الإيه؟ ويأبى أن يقبل الإيمان والتوحيد كأبي طالب. نعم. وأيضا هناك نوع رابع وهو كفر النفاق، هناك ربع نوع رابع وهو إيه؟ كفر النفاق، وهو أن يقر بلسانه ولا يقر بقلبه، وهو أن يقر بلسانه ويكفر به ويكفر بقلبه. وهذا ككفر المنافقين، وهذا ككفر الإيه؟ ككفر المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من رؤوس الإيه؟ من رؤوس النفاق، كما قال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إن المنافقين الإيه؟ لكاذبون. طيب هم كذبوا في ايه دلوقتي؟ يبقى هم شهدوا بألسنتهم، يبقى قالوا بألسنتهم ما ليس في إيه؟ ما ليس في قلوبهم، ما ليس في قلوبهم. واضح المعنى؟ نعم. وكذلك كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يبقى مقولتهم الإيمان هذا قول إيه؟ قول اللسان دون قول الإيه؟ دون قول القلب، دون قول الإيه؟ دون قول القلب أو دون إقرار القلب ودون تصديق القلب. فهذا لا يقبل منهم صرف ولا إيه؟ ولا عدل، لا يقبل منهم صرف ولا عدل. فهذه أربعة أنواع، هذه أربعة إيه؟ أربعة أنواع للكفر. من لقي الله تبارك وتعالى بواحد منها لم يغفر له الله تبارك وتعالى، وهو في الدرك الأسفل من الإيه؟ هو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويكون الكفر أيضا بمعنى البراءة، يكون الكفر بمعنى الإيه؟ بمعنى البراءة، كقوله تبارك وتعالى حكاية عن الشيطان أنه قال: ولما قضي الأمر، مش كده؟ ماذا قال الشيطان؟ قال: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فهذا الكفر كفر إيه بقى؟ كفر براءة، يتبرأ من مين؟ يتبرأ من أتباعه، يتبرأ من الكفار والمشركين. يقف خطيبا في جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى، يقول لهم إيه؟ يقول لهم هذه المسألة. نعم.
أي تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله عز وجل، فلست شريكا لله تعالى، ولا تجب طاعتي، ولا تجب طاعتي. لكن بعد إيه بقى؟ كما قال الله عز وجل قضي الأمر، قضي الأمر. نعم. وأما الكفر الذي هو دون ما ذكرنا، الكفر دون كفر دون هذه الأنواع التي ذكرنا، فالرجل يقر بالوحدانية والنبوة بلسانه ويعتقد ذلك بقلبه، لكنه مع ذلك يرتكب الكبائر من القتل والسعي في الأرض بالفساد ومنازعة الأمر أهله وشق عصا المسلمين ونحو ذلك. كل هذا كفر دون إيه بقى؟ كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون إيه؟ دون فسق. نعم. وقد أطلق الشارع على الكفر ما سوى الأربعة، وقد أطلق الشارع على الكفر ما سوى الأربعة، ما سوى هذه الأنواع الأربعة التي هي أنواع الإيه؟ أنواع الكفر، وهو كفران الحقوق والنعم، وهو كفران الحقوق والنعم، وذلك كقوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال ولا تكفرون. فالمراد بالكفر هنا ما يقابل الشكر، المراد بالكفر هنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها، يعني عدم القيام بإيه؟ بشكرها، بحق شكرها وبواجب شكرها. فالكفر أنواع كثيرة، أعظمه الكفر بالله تعالى، وهذا لا يغفره الله عز وجل، هذا لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا أن يتوب العبد من الكفر، إلا أن يتوب العبد من الإيه؟ من الكفر، فيغفر له الله تبارك وتعالى الكفر وما إيه؟ وما دونه، فيغفر له عز وجل الكفر وما إيه؟ وما دونه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، مع قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمجموع الآيتين يدل على أن التائب من الكفر يغفر له الكفر ويغفر له إيه؟ ما عدا، ويغفر له ما إيه؟ ما عدا. نعم. فالكفر أنواع كثيرة، أعظمه الكفر بالله عز وجل، ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه، كحديث الباب هذا، وهذا مراده من قوله، مراد الإمام البخاري من قوله كفر دون كفر، كفر دون كفر. واضح كده المعنى؟ طيب. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو ابن قعنب القعنبي الحارثي رحمه الله تعالى، أبو عبد الرحمن المدني نزيل البصرة، نزيل الإيه؟ نزيل البصرة، ثقة عابد، كان ابن معين رحمه الله تعالى، وكذلك علي بن المديني رحمه الله تعالى، لا يقدمان على القعنبي أحدا في الموطأ، لا يقدمان على القعنبي أحدا في موطأ الإمام مالك. توفي رحمه الله تعالى سنة 221 من الهجرة بمكة. حدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود، والإمام مسلم إنما لقيه في حجته فسمع منه 70 حديثا، سمع من القعنبي 70 حديثا، ومات بعد ذلك القعنبي رحمه الله تعالى. وحدث الترمذي والنسائي عن رجل عنه ولم يخرج له ابن ماجه، روى عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى 139 حديث، 139 حديث، في حين روى عنه الإمام مسلم 70 حديث فقط، 70 حديث فقط. قال عن مالك، مالك هو ابن أنس رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، رأس المتقين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. والإمام مالك حديثه في الكتب الستة رحمه الله تعالى، وتقدم معنا غير مرة. قال عن زيد بن أسلم، هو العدوي مولى أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، تابعي ثقة عالم، وكان يرسل، مدني من الطبقة الثالثة،
توفي سنة 136 من الهجرة، احتج به الجماعة الستة. قال عن عطاء بن يسار هو الهلالي أبو محمد المدني القاص مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة رحمه الله تعالى، توفي سنة 94 من الهجرة، وقيل بعد ذلك، احتج به الجماعة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن، فكان يسمى الحبر والبحر لسعة علمه رضي الله تعالى عنه. قال ابن مسعود: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد. لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسمى الحبر والبحر لسعة علمه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد، ما عاشره منا أحد، لأنه يعني عبد الله بن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان قارب الحلم، كان عمره حوالي 13 سنة تقريبا رضي الله تعالى عنهما، ومع ذلك يعني آتاه الله تبارك وتعالى ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم في كتابه، في كتاب الله عز وجل، وكان ترجمان القرآن. فإذا كان في سن عبد الله بن مسعود مثلا وفي سن كبار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا في تقدمهم في الإسلام وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرة أخذهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أحد أن يداني عبد الله بن عباس مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي حفته وشملته بهذه البركة. من كان يطيق أن يصحب ابن عباس أو ينازل ابن عباس؟ كان سيغطي على كل من بجواره لهذا الأمر رضي الله تعالى عنه. فلذلك قال ابن مسعود: ما إيه؟ لو أدرك أسناننا يعني السن بتاعتنا ما عاشره منا أحد رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهو كما تقدم قبل ذلك أحد المكثرين السبعة من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة العلماء من علماء الصحابة وفقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. مات رضي الله تعالى عنه بالطائف سنة 68 من الهجرة، احتج به الجماعة الستة، وتقدم معنا ابن عباس رضي الله عنهما غير مرة. لطائف هذا الإسناد، أولا أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، فهذا إسناد خماسي بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، خمس طبقات بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس طبقات، فكل رجل من هذه الرجال بنسميه ايه؟ طبقة. نعم. الأمر الثاني أو اللطيفة الثانية أنه مسلسل بثقات المدنيين، فالقعنبي وأن كان نزل البصرة إلا أنه ايه؟ إلا أنه مدني، إلا أنه مدني رحمه الله تعالى، فهو مسلسل بثقات المدنيين. الأمر الذي بعد ذلك أو اللطيفة الثالثة أن رجاله أئمة أجلاء كبار، أن رجاله أئمة أجلاء كبار. الرابع أن رجاله رجال الجماعة الستة عدا شيخه القعنبي فلم يخرج له ابن ماجة، فلم يخرج له ابن ماجة في سننه. أيضا أن عبد الله بن مسلمة القعنبي روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود من الخمسة، وروى الترمذي والنسائي عن رجل عنه، وروى الترمذي والنسائي عن رجل عنه. أيضا أن فيه مالك بن أنس إمام دار الهجرة رأس المتقين وكبير المتثبتين وصاحب أحد المذاهب الفقهية المعروفة، مذهب الإمام مالك المالكية يعني. نعم. أيضا فيه رواية تابعي عن تابعي، وهي رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، تابعي عن تابعي.
كذلك فيه ابن عباس رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. أيضا أن هذا أول محل في الصحيح يذكر فيه زيد بن أسلم وعطاء بن يسار، لم يتقدم إيه؟ لم يتقدم ذكرهما في صحيح الإمام البخاري إلا في هذا الموضع. أيضا هذا الإسناد فيه التحديث والعنعنة، هذا الإسناد فيه التحديث والعنعنة، فأوله تحديث وباقيه كله عنعنة، وباقيه كله عنعنة. بالنسبة لتخريج هذا الحديث، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ها هنا في الإيمان، وأخرجه كذلك في الصلاة بهذا الإسناد مختصرا، بنفس هذا الإسناد لكن رواه إيه؟ مختصرا. وأخرجه في كتاب الكسوف بهذا الإسناد تاما، أخرجه في كتاب الكسوف بهذا الإسناد تاما. وأخرجه في الآذان عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به مختصرا. وأخرجه في بدء الخلق عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به مختصرا. وإحنا قلنا أن الإمام مالك يبقى خال إسماعيل بن أبي أويس، نعم. وأخرجه في النكاح عن عبد الله بن يوسف عن مالك به تاما. الأمر الثاني أن هذا الحديث من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الكسوف من طريق سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم به، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الكسوف من طريق سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم به. الحديث أخرجه أيضا أبو داود في الصلاة عن القعنبي عن مالك به مختصرا. والنسائي في الكسوف عن محمد بن سلمة المرادي المصري عن ابن القاسم، هو عبد الرحمن العتقي المصري ثقة فقيه انفرد به البخاري والنسائي، عن مالك به تاما. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم أريت النار بالبناء للمفعول، وهي رؤية بصرية، وهي رؤية إيه؟ رؤية بصرية، وليست بالإيه؟ وليست بالعلمية، العلمية خبرية، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أريت النار. وسيأتي كما في الكسوف وغيره أنه إيه؟ رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف صلى الله عليه وسلم، فهذه الرؤية رؤية بصرية، فهذه الرؤية رؤية بصرية. والضمير الذي فيه هو القائم مقام المفعول الأول، الضمير الذي فيه أريت هو القائم مقام المفعول الأول، والنار مفعول ثاني، والنار مفعول ثاني، والمعنى أراني رب العزة تبارك وتعالى النار، أراني الله النار، يبقى كم مفعول كده؟ اثنين، ماشي كده. المفعول الأول وهو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والمفعول الثاني هو الإيه؟ النار، نعم. فإذا أكثر أهلها النساء برفع أكثر على أنه مبتدأ، والنساء بالرفع أيضا خبره، والنساء بالرفع أيضا خبره. يكفرن قيل أيكفرن بالله، قيل لعل القائل هي أسماء بنت يزيد بن السكن، وكانت تعرف بخطيبة النساء، كانت تعرف بخطيبة النساء. قاله الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، قال يكفرن العشير، قال الكرماني وإنما لم يعده بالباء، يعني بيقول إيه يكفرن بالله، فهنا عداها بالإيه؟ عداها بالباء، لكن هنا قال يكفرن العشير ولم يكن يكفرن بالإيه؟ بالعشير، فلم يعدها بالباء. كما عد الكفر بالله لأن كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف، لا يتضمن معنى المعنى الإيه؟ الاعتراف، واضح المعنى؟ نعم. ويكفرن الإحسان عطف على الجملة الأولى وبيان لها، فكأن المقصود كفر إحسان العشير، كفر إحسان العشير، لأن كفران العشير ليس لذاته، كفران العشير ليس لإيه؟ ليس لذاته، بل الكفر له هو الكفر لإحسانه، بتغطية إحسان العشير، بتغطية إحسان العشير، وجحد نعمة العشير، وجحد نعمته، وجحد إحسانه، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم إيه؟ رأت منك شيئا، أي شيء، أي شيء لا يوافق غرضها، شيء قليل، هنا للتحقير للتقليل، أي شيء يحصل إيه منها؟ ما رأينا منك إيه؟ خيرا قط، ما رأينا منك خيرا قط، نعم.
فدل ذلك على أن كفر العشير ليس كفران لذاته، بل الكفر هو كفران لإحسانه وبتغطيته أو جحد هذا الإحسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. ولو هنا شرطية، لو هنا شرطية بمعنى إن، أو بمعنى إن أحسنت، إن أحسنت، واضح المعنى، وهي ليست الامتناعية. وقيل يحتمل أن تكون هي لو الامتناعية، أي لامتناع الشيء لامتناع غيره، زي إيه كده: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالإيه؟ بالسواك، ماشي كده. يبقى هنا لولا المشقة، ماشي كده، لولا المشقة لأمرتهم أمر إيه؟ أمر وجوب. ما واضح المعنى؟ يبقى بيسميها لولا إيه؟ لولا إيه هنا؟ الامتناعية، لو الامتناعية، يبقى لولا المشقة، لولا مخافة المشقة على الأمة لأمرتهم أمر إيه؟ أمر وجوب، أن يستعملوا السواك على سبيل الإيه؟ على سبيل الوجوب. نعم، بأن يكون الحكم ثابتا على النقيضين والطرف المسكوت عنه أولى من المذكور. والدهر منصوب على الظرفية، والمراد منه عمر الرجل، المراد منه عمر الإيه؟ عمر الرجل، أو المراد الزمان كله، وذلك مبالغة في كفرهن. يعني تخيل بقى لو عمرت معها الظهر كله، الزمن كله، وكل الإحسان ده موجود، وجات منك إيه؟ حاجة لم يعني توافق مرادها، هيحصل إيه؟ ما رأينا منك خيرا قط. نعم، وليس المراد بقوله أحسنت مخاطبة رجل مخاطبة رجل بعينه، بل كل من يتأتى منه أن يكون مخاطبا. فيبقى الخطاب هنا لجميع إيه؟ لجميع الرجال، الخطاب هنا لجميع إيه؟ لجميع الرجال. فهو خاص لفظا لكنه عام من جهة المعنى، فهو خاص لفظا وإن كان جاء عام من جهة المعنى. ثم رأت منك شيئا، شيئا هنا منون لإرادة الإيه؟ لإرادة التقليل والتحقير، إنه حاجة إيه؟ حاجة بسيطة، رغم إيه؟ كثرة الإيه؟ الإحسان المتقدم، رغم كثرة الإحسان المتقدم، أي شيئا قليلا لا يوافق غرضها من أي نوع كان، من أي نوع كان. نعم، وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه يدل على أن المرئي في النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة ذكرت، ولفظه: وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن اؤتمن أفشين. ده بيتكلم بقى على ايه؟ صفات النساء اللي هم يكفرن العشير، ماشي كده. طيب، فقوله: أكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن اؤتمن أفشين، ما تقدرش تأتمنهم على سر أبدا، مش كده؟ دي صعب جدا على المرأة أنها تكتم الإيه؟ تكتم السر، دي تبقى يعني مسألة صعبة جدا، يعني صعبة جدا. نعم، اللاتي إن اؤتمن أفشين، وإن يسألن بخلن، لو سئلت تبخل، وإن يسألن الحفن، إن كانت هي لها حاجة تفضل تلح في المسألة، تفضل تلح في المسألة. نعم، وإن أعطينا لم يشكرن، وإن أعطينا لم يشكرن. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لأجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه كلام، والبعض بعض الأهل يعني بعض أهل العلم ضعفه لا من قبل حفظه، لكن هو على أي حال لا ينزل يعني حديثه عن مرتبة الحسن، والله تعالى أعلى وأعلم، لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن، والله تعالى أعلى وأعلم. قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يبقى برضو عملت في الخير كله والإحسان كله قللته، يبقى في جانب المسألة في هناك، يبقى إيه؟ لو رأت منك أي شيء، أي شيء نكرة، مش كده؟ أي شيء لا يوافق غرضها، يحصل منها إيه؟ يبقى ده قليل جدا. يترتب على ذلك إيه؟ أنها ما رأت منك إيه؟ برضو إيه؟ أي خير من نوع ما. نعم، فالظاهر أيضا أن التنوين في خيرا للتقليل، أي لم أرى منك قليلا من الخير، يعني ما شفتش منك خير أبدا، شفتش منك خير إيه؟ خير أبدا. نعم، فوائد هذا الحديث: أن الكفر قد يطلق ويراد به الكفر الذي لا ينقل عن الملة، وهذا مثل كفران العشير، فهو رغم كفرانهم للعشير لكن لم إيه؟
لم يكفروا كفرا أكبر، لم يكفروا كفري أكبر. فدل ذلك على أن الكفر منه ما هو أكبر ومنه ما هو إيه؟ ومنه ما هو أصغر، والظلم منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والفسق منه ما هو أكبر ومنه ما هو إيه؟ ومنه ما هو أصغر. نعم. أيضا فيه دليل على أن العبد يعذب على الجحد للفضل والإحسان وعلى شكر المنعم. واضح كده؟ يبقى العبد يعذب على إيه؟ على جحود الفضل وجحود الإحسان وعلى جحود شكر المنعم. ويدل ذلك أيضا على وجوب شكر الإيه؟ شكر المنعم، على وجوب شكر المنعم. كذلك فيه تحريم كفران الحقوق والنعم، وهذا من أشد أنواع الكفران، كفران الإيه؟ كفران النعم، كفران النعم. إذ لا يدخل النار إلا بارتكاب حرام، ما فيش حد بيدخل النار بإيه؟ بصغيرة، لكن بيدخل النار بإيه؟ بكبيرة. فدل على أن كفران النعم، كفران الجحود، كفران العشير من الإيه؟ من الكبائر، من الكبائر. نعم. قال النووي أيضا رحمه الله: توعده على كفران العشير وكفران الإحسان بالنار يدل على أنها من الكبائر، أو على أنهما من الكبائر. أيضا فيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن كما هو اعتقاد أهل الحق، على خلاف اعتقاد أهل الضلال من أنها توجد إيه؟ لكن لها ليست موجودتان لي الآن، لكن الحق كما هو مذهب أهل الحق أن الجنة والنار إيه؟ موجودتان الآن. ولذلك في الحديث بقى لما يأتي في موضعه تاما إن شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم حتى أراد أن يأخذ منين؟ من عناقيد الجنة، من عناقيد الجنة صلى الله عليه وسلم. يبقى ده هياخذ من عنقود لم يأتي بعد، من ما من ما من جنة لم تأتي بعد. والنار أنه إيه؟ أخذ يقول أف صلى الله عليه وسلم، ينفخ بفمه صلى الله عليه وسلم، ما خفت أن يصيب الصحابة شيء منين؟ فهذا يقال فيما لم يأتي، فيعني على ما يأتي في موضعه تقريره إن شاء الله تبارك وتعالى. فالخلاصة أن معتقد أهل الحق أن الجنة والنار مخلوقتان، ماشي كده، موجودتان الآن ولن تأتي بعد كما يزعم أهل الباطل. والجنة والنار خالدتان، لا لذاتية الخلود فيهما، ولكن بأن الله عز وجل أخلدهما، فيخلد نعيمهما، لا يخلد نعيم الجنة، لا يزول، لا تزول الجنة ولا يزول ما فيها ولا من فيها، لا يزول نعيمها ولا ينقضي سكانها، خلود بلا إيه؟ بلا موت في نعيم أبدي. كذلك النار لا تفنى ولا يفنى ما فيها، يعني من أجناس العذاب، نعوذ بالله من النار، ولا يفنى من فيها، أي من الكفار والمنافقين والمشركين، والعياذ بالله تبارك وتعالى، هو من إيه؟ من حجزهم القرآن، أولئك فيها إيه؟ خالدون، أولئك فيها إيه؟ فيها خالدون. نعم. أيضا فيه إثبات دخول عصاة الموحدين النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب مين؟ بيخاطب صحابيات، وإن كان هنا بخصوصهم، يعني بيوجه الخطاب ليهم هنا على الخاص، لكن المعنى هنا إيه؟ المعنى هنا عام لجميع النساء المؤمنات، لجميع النساء الايه؟ لجميع النساء المؤمنات. فدل ذلك على دخول عصاة الموحدين النار. لكن بنقول ان عصاة الموحدين كما هو ايضا مذهب اهل الحق، اهل السنة والجماعة، ان عصاة الموحدين اذا دخلوا النار انهم لا يخلدون فيها، بل يخرجون منها بشفاعة المؤمنين وشفاعة الانبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، كما تقدم في غير موضع، وسيأتي أيضا في مواضع متعددة إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك فيه دليل على مدى عظم حق الزوج، فيه دليل على مدى عظم حق الإيه؟ حق الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك إيه؟ كفر دون كفر، وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة. يبقى ده الحق بتاع الزوج قد إيه بقى؟ عظم قد إيه؟ قدره قد إيه؟ فهل تستطيع المرأة أن توفي مثل هذا الزوج حقه من الـ 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 الشكر؟ واضح المعنى؟ فدي مسألة تدل على مدى عظم حق الزوج على زوجته. كذلك فيه مراجعة المتعلم للعالم والتابع للمتبوع فيما قصر عنه فهمه ولم يفهم معناه. أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يكفرن، مش كده؟ فقالوا
يكفرن بالله، ما فهموش هذه المسألة. يكفرن بالله يا رسول الله يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرن الإيه؟ يكفرن العشير، يكفرن الإحسان، يكفرن العشير، يكفرن الإحسان. كذلك فيه أن المعاصي تنقص الإيمان، لكنها لا تنقل عن الملة، لا تخرج من الإيمان إلى الكفر الموجب للخلود في النار، للخلود في الإيه؟ في النار. واضح المعنى؟ نعم. أيضا فيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أريت الإيه؟ أريت النار، أريت النار صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: وننبه هنا على فائدتين. قال إحداهما أن البخاري رحمه الله تعالى يذهب إلى جواز تقطيع الحديث، إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يفضي إلى فساد المعنى. يعني عايز أقول أن الإمام البخاري بيعمل إيه في الحديث؟ أن ممكن الحديث لو الحديث كبير يجي يأخذ يقتطع جزء من الحديث، بس في شرط أن الجزء اللي هيقطع هذا لا يؤدي إلى خلل فيما قبله ولا فيما بعده. ماشي كده؟ يعني زي ما نقول مثلا حديث الأعمال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. شوف الحديث قد إيه كده مثلا. طيب لو قلت إنما الأعمال بالنيات ينفع ولا ما ينفعش؟ ماشي كده. طيب إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، مش كده؟ يبقى نفع ولا ما نفعش؟ هل اختل ما بعده؟ ما اختلش ما بعده. يبقى يجوز تقطيع الحديث، وده مذهب الإمام البخاري وغيره، بس بشرط أن الجزء اللي هيقتطعه من الحديث لا يترتب عليه إيه؟ لا يترتب عليه أن يكون مرتبط بما قبله وبما بعده ارتباطا. لو انتزع منه هذا الجزء أدى إلى إيه؟ أدى إلى خلل في المعنى المراد. يبقى عند إذن هنا لا إيه؟ لا يجوز ذلك. فالإمام البخاري يذهب إلى جواز إيه؟ تقطيع الحديث. ولذلك تجد الحديث زي ما ذكرنا كده التخريج بتاعه إيه؟ في مواطن متعددة. يجي مثلا الأعمال بالنيات حطه في 7 مواضع في الإيه؟ في الصحيح، حتى في 7 مواضع في صحيحه رحمه الله تعالى. فقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: أما تقطيع المصنف الحديث الواحد وتفريق في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد. يبقى كن الشيخ رحمه الله برضو إيه؟ يعني وسطا المسألة، ما ادناش فيها إيه؟ قول قاطع، ما ادناش فيها قول قاطع. وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث، ولا يخلو من كراهة. لا يخلو منين؟ من كراهة. ده كلام مين؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو من هو رحمه الله تعالى. الإمام النووي رحمه الله قال الشيخ يعني ابن الصلاح: ولا يخلو من كراهة وما أظنه يوافق عليه. يبقى هنا الإمام النووي يتتبع ابن الصلاح في هذه المسألة، إن ما أظن ابن الصلاح يوافق على أي، يوافق على مسألة إيه؟ الكراهة دي. نعم. وقال السخاوي: قول الصلاح أنه لا يخلو من كراهة يعني أنه إخراج الحديث المروي عن الكيفية المخصوصة التي أورد عليها. وده مرد في الحقيقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع إيه؟ فأدها كما إيه. يبقى يعني ما فيش اختصار، ما فيش اكتزاء. واضح المعنى؟ فهنا يوم يؤديها إيه؟ كما إيه؟ كما سمع. نعم، أدي المعنى اللي هم بنوا عليه هذه المسألة. فبيقول إن هنا أن إخراج الحديث للحديث المروي عن الكيفية المخصوصة التي أورد عليها، لكن قد نازعه النووي فقال: ما أظن غيره يوافقه على ذلك، بل بالغ الحافظ عبد الغني بن سعيد محدث الديار المصرية أبو محمد الأزدي المصري، توفي 409 من الهجرة. فذهب الحافظ عبد الغني رحمه الله إلى يعني أنه كاد أن يجعله مستحبا. يبقى ده على خلاف إيه بقى؟ على خلاف يعني يجعل الاكتزاء مستحب. طيب قال السخاوي: لا سيما إذا كان المعنى المستنبط من تلك القطعة يدق. يبقى أنا عايز بس الحتة دي علشان معنى إيه؟ معنى في هذا المعنى تحديدا، ده اللي حيفيدني في هذا المعنى إيه تحديدا. فلو إن أنا جبت الحديث بطوله وعشان أطلع بقى منه القطعة ديت، يبقى ده يشق ولا يسهل؟ لا شك أنه حيكون فيه مشقة أو فيه صعوبة علشان أبتدي أأتي بهذه الجزئية. فلو جبت الجزئية بهذه الكيفية دون إخلال، يبقى أنا أحسنت ولا أسأت؟
أحسن، أدي المعنى الذي يريد أن يقوله السخاوي. فقال إذا كان المعنى المستنبط من تلك القطعة يدق، فإن إيراده بتمامه يقتضي مزيد تعب في استخلاصه منه، بخلاف الاقتصار على محل الاستشهاد ففيه تخفيف، ففيه تخفيف. والتحقيق، كما أشار ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أن في هذه المسألة القول بالتفصيل، قال فإن قطع أنه لا يخل المحذوف بالباقي فلا كراهة، طالما أدركنا وتيقنا أن الجزء المقتطع دوت لن يخل بباقي الحديث فلا لائي فلا كراهة حينئذ. وإن نزل عن هذه المرتبة، إن نزل عن هذه المرتبة ترتبت الكراهة، ترتبت الكراهة، لكن الكراهة هتبقى إيه؟ على درجات، على حسب درجة التأثير في الإيه؟ في المعنى. واضح المعنى؟ كده نعم. ترتبت الكراهة بحسب مراتبه في ظهور ارتباط بعضه ببعض وخفائه، يبقى هذا لا يفعله إلا مين؟ وقال الحافظ العراقي رحمه الله، وقد فعله الأئمة مالك وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم من الأئمة، وحكى الخلال، الخلال هو الفقيه العلامة المحدث أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي، مؤلف علم الإمام أحمد وجامعه ومرتبه، صنف كتاب السنة وكتاب العلل وغيرهما، توفي سنة 311 من الهجرة. روى عن الإمام أحمد أنه ينبغي ألا يفعل، لكن فعله الإمام، لكن فعله الإيه؟ فعله الإمام أحمد. وقال ابن كثير رحمه الله الذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري هو اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، أما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، إن غرض الإمام مسلم لم يكن إيه؟ لم يكن فقه الحديث، لم يكن عناية الإمام مسلم، ما كانش شغله على إيه؟ استخراج الفقه من الحديث. لكن الإمام البخاري كل شغله عليه فقه الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة على أن الحديث بيحطه في موضع إيه؟ في موضع واحد بتمامه وطرقه رحمه الله تعالى. واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك، أنه مش هيقعد إيه؟ يدور في الأبواب وفي الكتب، هو الحديث في مكان واحد فقط. بالنسبة إلى صحيح الإمام البخاري، الإمام البخاري بيحب لطالب العلم أن يبذل وسعه ويبذل جهده في الفهم، ولذلك تجد التراجم ممكن يكون فيها شيء من الغموض أحيانا. ليه؟ عشان عايزك تبحث تدور إيه الرابط بين الحديث وبين الترجمة، يبقى ده الشغل، ده شغل العلماء، ودي طريقة يعني الفوائد بتاعتها عظيمة جدا جدا جدا. واضح المعنى؟ نعم. وحيجي معانا إن شاء الله شيء من هذا يعني. وتفريق الإمام البخاري الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، طبعا هنا الناس اللي هم إيه؟ أهل الحديث يعني. نعم. وعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قائلا، أي على جواز اختصار الحديث وعليه عمل الأئمة، طبعا ده اللي هو في الباعث الحثيث يعني، الباعث الحثيث. قال الحافظ رحمه الله فصنيعه يعني الإمام البخاري في بقى مهمة، حاجة مهمة جدا، كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام، إن الحديث المختصر غير الحديث الإيه؟ غير الحديث التام، لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام كما وقع في هذا الحديث، فإن أوله هنا، أول الحديث اللي معانا هنا حديث عبد الله بن عباس أريت النار إلى آخر الحديث، ده جزء منين؟ من الحديث نفسه. طيب أول الحديث التام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الكسوف، قال خسفت الشمس، ماشي كده، خسفت الشمس، ده أول الحديث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقى ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه وتأخره والمسألة دي كلها، وأريت النار، يبقى هو جاب الحديث منين؟ نعم. واضح المعنى؟ طيب. ثم ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها القدر المذكور هنا اللي هو إيه؟ أريت النار، ده في خطبة مين؟ خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنسميها خطبة الإيه؟ خطبة الكسوف. نعم. فمن أراد عد الأحاديث، أدي بقى المسألة، فمن أراد عد الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث إيه؟
حديثان، ماشي كده؟ يظن هذا الحديث إيه؟ حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء. هنا أريت النار، هنا خسفت الشمس، ماشي كده؟ هنا بداية غير البداية، يوم يظن إن كم حد إن ده إيه؟ أكثر من حديث، فيبتدي إيه؟ يعد الأحاديث بناء على ذلك، فيجعل الحديث اللي هو عن ابن عباس فقط بناء على الاختصارات ديت وعلى التقطيع دوت، يقوم يجعله إيه؟ أكثر من حديث، يجعله أكثر منين؟ أكثر من حديث، وده بقى يفرق في الإيه؟ يفرق في العدد، يفرق في العدد، فاللي هيجي يجعله كله حديث واحد عن ابن عباس هيجعله هو حديث إيه؟ حديث واحد، مش كده؟ واللي هيجعله بهذا أحاديث يبقى هيجعله كام حديث؟ ثلاثة أو أربعة أحاديث على حسب الإيه؟ على حسب الورود اللي هنا. قال: وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار عدد أحاديث صحيح الإمام البخاري من غير تكرار 4000 أو نحوها، كابن الصلاح وكذلك الإمام النووي رحمه الله ومن بعدهما، وليس الأمر كذلك، بل عدته عدد أحاديث صحيح الإمام البخاري على التحرير 1000 حديث، 2000 حديث، و500 حديث، و13 حديث، يعني 2513 حديث. قال الحافظ كما بينت ذلك مفصلا في المقدمة اللي هي مهدي الساري، اللي هي هدي الساري. لكن دوت هنا الحافظ بيلفت نظرنا لمسألة مهمة جدا، وهي عد الأحاديث عند أهل العلم. هل عد الأحاديث عد آلي؟ يعني أول ما تفتح الكتاب كده طول ما أنت ماشي عمال تعد، واضح الكلام؟ هل عد الأحاديث عد آلي؟ يبقى أنت بتفتح الكتاب زي ما احنا ماشيين كده، تفتح الكتاب كل حديث يقابلك تعد 1 2 3 4 5 وهكذا، واضح؟ ولا عد الأحاديث يدخله الاجتهاد؟ دي المسألة اللي بيتكلم عليها مين بقى؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. هل هو عد آلي لا يدخله الاجتهاد، ولا لا يدخله الاجتهاد؟ ولا يدخله الاجتهاد. بنقول الحق أن عد الأحاديث يدخله الاجتهاد، سواء كان ذلك بالتكرار أم من غير تكرار. فهناك أحاديث ربما عدها البعض حديثا واحدا، وربما عدها آخر أكثر من حديث، زي ما عمل كده ابن الصلاح والإمام النووي في الأحاديث المذكورة، وجعلوا عدة الأحاديث من غير تكرار 4000 حديث. ويرجع السبب في ذلك إلى أن بعض الأحاديث اشتملت على رواية عدد من الصحابة لها، عدد من الصحابة لها، يعني الحديث الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يرويه أكثر من صحابي، ممكن يرويه أكثر منين؟ أكثر من صحابي. طيب لما نيجي نعد الحديث ده، نعده حديث واحد ولا نعده أكثر من حديث على حسب عدد الصحابة الذين رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قلنا أن حديث ابن عباس مثلا روى مين؟ ابن أبو سعيد الخدري، ماشي كده؟ وفي كمان رواية أسماء، ماشي، عن مع عائشة رضي الله تعالى. إذا ذكرنا بقى مثلا 3 4 5 6 من الصحابة كلهم روى حديث الكسوف وقصة الكسوف ديت زي ما ابن عباس رواها، يا ترى نخلي ده حديث واحد على إنه كلها قصة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نخلي حديث ابن عباس حديث وحديث أبو سعيد حديث وحديث عائشة حديث وكذا وكذا، يبقى عندي 3 أحاديث، نحلها إزاي المسألة ديت؟ أدي الكلام اللي بيتكلم عليه مين؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فيمكن للعاد أن يعده حديثا واحدا باعتبار اللفظ، باعتبار لفظ الإيه؟ أن من جهة اللفظ الحديث كله إيه؟ واحد، يبقى هنعده على أنه حديث إيه؟ حديث واحد. ولعاد آخر، واحد هيعد تاني، يعده أحاديث باعتبار عدد الرواة له من الصحابة، باعتبار عدد الرواة له من الإيه؟ من الصحابة. فالمقصود بالعد ليس عدد المتون، ليس عدد الإيه؟ عدد المتون، وإنما المتن الواحد الذي رواه عدد من الصحابة. يبقى هنا هنعد الإيه؟ هنعد الطرق. ها، واضح الكلام ولا ها؟ ماشي كده؟ يبقى هيعد، اللي هيعد باعتبار المتن باعتبار اللفظ هيعده ايه؟ حديث واحد. ويجي واحد تاني يعده باعتبار الايه؟ عدد الرواة له عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوم هيعد هنا ايه؟ الطرق. فيبقى ابن عباس، ماشي، وابو سعيد وعائشة، وحط كام وكده، يبقى انا عندي كام حديث؟
واحد ولا ثلاثة؟ يبقى عندي ثلاثة مثلا. ماشي. حديث مثلا من أشهر الأحاديث اللي معروفة مثلا، من كذب علي متعمدا، ده وصل به لحد 100 صحابي. فمن حيث اللفظ يبقى ده حديث واحد، من حيث الطرق الرواة يبقى رواه كام؟ يبقى ده كام؟ 100 حديث. ده 100 ايه؟ ده 100 حديث. وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى في المسألة. ماشي كده؟ هو ده الصحيح في الايه؟ في المسألة. يبقى العد لايه؟ للطرق، للأسانيد. يبقى بنعد ايه؟ مرويات كل صحابي، بنعد مرويات كل ايه؟ كل صحابي. فالحديث الواحد وان رواه اكثر من صحابي بنقول كده ايه؟ بنقول كم حديث؟ على حسب عدد الرواة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عدد الايه؟ وليس عدد المتون، ليس اللفظ. يبقى بنعد الطرق، بنعد الايه؟ بنعد طرق هذا. ولذلك مثلا تجد في المسانيد وكده مرويات كل صحابي على حدة، تجد الحديث مثلا رواه ابو بكر ورواه عمر وممكن رواه عثمان وروته عائشة، هو حديث واحد. فبنقول لا، كل ده ايه؟ كل دي احاديث، وكل ده عدد، وكل ده ايه؟ عدد، وليس متن. ولا لو كان متن يبقى كل ده حديث ايه؟ حديث واحد، حديث واحد. ده مقصود الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، أن المقصود بالعد ليس عدد المتون، وإنما أن المتن الواحد الذي رواه عدد من الصحابة. فالعبرة في العدد أو في العد بالصحابة وليس بعدد المتون. ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: صح في هذا الباب 10 أحاديث. 10 إيه؟ 10 أحاديث. تيجي تبص للأحاديث تلاقي كلها حديث من جهة اللفظ، المتن واحد، لكن روائي 10 من الصحابة. فيبقى عدد لمين؟ عدد الطرق. يبقى عدد هنا ايه؟ عدد الطرق. ونجد المتن الواحد والاختلاف في الصحابي، فالعبرة في العدد او في العد بالصحابي، فيعدون كل اسناد حديثا، فتتعدد الاحاديث بذلك بمعنى الاسانيد، وان كان المتن واحدا، وان كان المتن ايه؟ واحدا. الفائدة الثانية: تقرر ان البخاري لا يعيد الحديث الا لفائدة. الإمام البخاري ما يعيدش الحديث الواحد إلا ليه؟ إلا لفائدة رحمه الله تعالى. لكن ترى هذه الفائدة تكون في المتن، وترى هذه الفائدة تكون في الإسناد، وترى تكون في المتن والإسناد معا. نعم. وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيد المتن بصورته، بل يتصرف فيه، بل يتصرف فيه رحمه الله. فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقا. يبقى إذا كان إيه؟ المتن واحد، يبقى يتصرف فيه عن طريق الإيه بقى؟ عن طريق الطرق، عن طريق الأسانيد. يوم ما يسقش هذا المتن من طريق واحد، يعدد الإيه؟ يعدد الطرق. يعدد الإيه؟ يعدد الطرق. تكثير طرق هذا الإيه؟ تكثير أسانيد هذا الإيه؟ هذا المتن. نعم. وإن قلت اختصر المتن أو الإسناد، وقد صنع ذلك في هذا الحديث، فإنه أورده هنا عن عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله مختصرا، مقتصرا على مقصود الترجمة، كما تقدمت الإشارة إليه من أن الكفر يطلق على بعض المعاصي. ثم أورده في الصلاة في باب من صلى وقدامه نار، أمامه نار. أمامه إيه؟ نار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار وهو في إيه؟ هو في الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم. فأقول لك هنا من صلى وأمامه نار. شوف فقه الإمام البخاري رحمه الله، يأتي في محله تقريره إن شاء الله بهذا الإسناد بعينه. لكنه لما لم يغير اقتصر على مقصود الترجمة منه فقط، ثم أورده. يعني اقتصر على مقصود الترجمة منه فقط، قال هو قول ابن عباس: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفزع. بس كده. يبقى غير ولا ما غيرش؟ انه جابه بنفس الايه؟ يدوى فقه الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعامله مع الايه؟ مع المتون والاسانيد من هذا المنطلق. طيب. ثم اورده في صلاة الكسوف بهذا الاسناد، لكن ساقه ايه؟ تاما رحمه الله. ثم اورده في بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي. عن شيخ غير الايه؟ غير القعنبي. وهو اسماعيل بن ابي اويس عن خاله الإمام مالك بن أنس، مقتصرا على موضع الحاجة. موضع الحاجة اللي هي إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فاذكروا إيه؟ الله. مش تتعمل رحلات ونظارات مش عارف إيه، والناس اللي هتتفرج بتتفرجوا على إيه؟ يمكن دي تكون علامة من العلامات اللي حيفنا بها العالم كله، لكن افزعوا إلى الصلاة. أنت لا تدري ما الذي
يعني يريده الله تبارك وتعالى أو ما سيحل بالخليقة، يبقى تفزع إلى إيه؟ إلى ذكر الله عز وجل حتى إيه؟ حتى تنجلي وحتى تنكشف. ثم أورده في عشرة النساء، كتاب النكاح باب كفران العشير، عن شيخ غيرهما، عن مالك، يعني جاب شيخ إيه؟ شيخ ثالث. يبقى جاب مرة القعنبي، وجاب مرة إسماعيل بن أبي إويس، وقام جايب المرة دي إيه؟ شيخ ثالث، وهو عبد الله بن يوسف التنيسي. عبد الله بن يوسف الايه؟ التنيسي. وعلى هذه الطريقة يحمل جميع تصرفات الإمام البخاري، فلا يوجد في كتابه حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعدا إلا نادرا، رحمه الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.